السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حضراتكم إن شاء الله مع بعض في دروس اللغة الألمانية. معكم إيهاب عبد الفتاح محمود، معلم لغة ألمانية بمدرسة المتفوقين علوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية. هنتكلم النهاردة عن درس مهم جدا تكملة لدروس التطييب. التطييب يعني حتى الجارة في اللغة الألمانية، يعني حاجة زي كده يعني عشان نبسطها لأولادنا. يعني دي بيرسونال برونومن إم تطييب، دي بيرسونال برونومن إم تطييب يعني الضمائر الشخصية في التطييب. درس مهم جدا. الضمائر بتتغير في حالة التطييب. احنا خدنا قبل كده الأكوزاتيف سهل جدا. دلوقتي التطييب من عندي ضمائر النوميناتيف احنا حافظينها من زمان، اش ودو اير واس وزي 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 فير اير. اوكي، النوميناتيف يعني زي سبجكت بالانجلش اللي هو الفاعل، تمام؟ ما ينفعش يبقى في اتنين فاعل في الجمله، ما ينفعش يكون في اتنين فاعل في الجمله. ما ينفعش عندنا في الألماني يكون اتنين مفعول، اتنين أكوزاتيف أوبيكت، تمام؟ فنركز طب مع الداتيف كده. يبقى النوميناتيف فاعل، الداتيف حلقة يعني حلقة إعرابية في الألماني زي الإيه المجهول في الإيه في اللغة العربية. إيش هتبقى مير، عشان برضه أبقى فاهم اللي أنا بقوله. إيش بين أحمد، أنا أحمد، أنا أحمد. طب أحمد جيب مير ميني كامر، يعني جيف مي، مير زي إيه؟ زي مي، تمام؟ دو دير، دو دير، دو دير، دو دير. إر وإس هتبقى إيه؟ إر يعني هو، إس يعني هو للمحايد. يعني ايه محايد؟ يعني زي الطفل مثلا. يبقى ايم فاس كاوف ستو ديمكن، هتشتري ايه للطفل؟ مش كاوف ايم ايني بوب، اشتري له ايه؟ لعبه. يبقى ايم يعني هو او ايه او له، تمام؟ زي هي فاعل واكوزاتيف، تمام؟ زي هتبقى اير، زي هتبقى ايه يا اولاد؟ اير، تمام؟ زي بلورال يعني زي هم هتبقى ايه؟ اينن. خلي بالك بقى من حاجه عشان تجيب كل سنه في الامتحانات، ايم اير اينن، الفرق بسيط جدا في حرف واحد. زي جروس طبعا زي ما اتفقنا اي حاجه خاصه بحضرتك هتبقى ايه؟ جروس في الالماني، ماشي؟ يبقى زي جروس حضرتك او حضراتكم هتبقى اينن، نفس الكلمه بس ايه؟ بس جروس كابيتال. فير نحن، اونس يعني نحن او لنا او ايه لنا حسب الايه سياق الجمله ومعناها باللغه العربيه. اير انتم، اير انتم، ايش انتم، اير كومت اوس اجبت، يبقى انتم المصري يبقى كده فاعل. في جيتس ايش، في جيتس ايش يعني ايه؟ سمع واحد شاطر. في جيتس ايش يعني ايه؟ كيف حالكم، كيف ايه حالكم، تمام؟ امتى بقى بجيب حالة الضطيب نفسها او الضمائر في حالة الضطيب؟ في حاجتين بعد حروف الجر. هي حروف جر معينة 18 حرف جر بيجيبوا داتيف. طبعا انا مش مقرر علينا ال 18 دول، احنا مقرر علينا اهم حاجه اوس، اوس خدناها من زمان قوي، اوس شبرا، اوس بنا، فون يعني فروم، فون برضه يعني من، بس اوس بتيجي مع الاصل، اصل الشيء او اصل ايه الانسان. فون بتيجي مع ايه؟ مع الشخص والمكان اللي ليه اداه انا راجع منه، تمام؟ ناخ يعني إلى، وناخ لها معنى تاني خالص يعني بعد. باي
لا معنيين برضو، باي يعني عند أو لدى، وباي يعني أثناء، باي يعني أثناء. مت مت يعني مع، مت يعني مع، إشجيه مت أحمد انسكينو مت ديم تاكسي، مت يعني بواسطة. تمام. زايت يعني منذ، زايت يعني منذ. فور يعني قبل، ولا معنى التاني يعني أمام. برافو عليك، يعني معنى التاني يعني إيه؟ أمام. جيجن أوفر يعني مقابل، مقابل يعني مش فاهم. إش فوني جيجن أوفر ديم هوتل. تمام. نخلينا في موضوع احنا مركزين عليه النهارده، فير تريفن اونس معناه ايه؟ برافو عليك، يعني نحن سنتقابل اليوم مساء اليوم. باي مير، باي مير يعني عندي. فان كوم ستوفون علي وبنوين سين اور كوم ايش فون ايم، فون ايم، فون ايم يعني فروم هيم، يعني من عند، منه يعني جاي من عند علي. تمام يا رجاله. دي بقى حاجه مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا، عايزين نحفظها كويس جدا، كويس جدا جدا جدا. دي مهمه جدا في اللغه بغض النظر حتى على الامتحان. لو انا بعرف اكون جمل بالافعال ديت خطيت خطوه جامده جدا في الالماني. في فيرب بجيب دطيف، ازاي افعال تجيب دطيف؟ في حاجات كده في الالماني لازم اخد بالي منها، مش موجودة مثلا في أي لغة. يعني يعني بالإنجليش مثلا بقول I thank my father، الجملة عادية خالص. I play with my father، مفيش مشاكل. المال يعني دانكن يشكر، يبقى إيش دانكي دير، يبقى الأفعال دي هي اللي هجيب الضمائر اللي إحنا خدناها في الأول. تاني، الأفعال دي هجيب معاها ضمائر في الدطيف. دانكن إيش دانكي ماينن فاتر، ايش دانكي ماينن فاتر، ايش دانكي اينن، اشكر حضرتك. طب ليه مش زي ما ينفعش؟ تمام. نفس الكلام بقى مع هيلفن، هيلفن يعني يساعد، ايش هيلف اينن، هساعد حضرتك. هيلف مي ساعدني، بتساعد ماما يا، ايش هيلف اير. تمام. انتفورتن، ايش انتفورت ديم لير، ايش انتفورت ديم ليرر، انا اجاوب الايه المعلم. طب في الانجليش يا شباب، في الانجليش ما فيش كام ده، اي انسر ذا تيشر، ذا تيشر اسكد مي، مش مشاكل. لما لا، يبقى انا الافعال دي اجيب لطيف اللي احنا خدناه. جراتولين ايش جراتوليري دير وهنئك، جراتولين، يبقى دانكن هيلفن انتفورتن جراتولين. هو ايه اللي هيجي في الضطيف هنا؟ الشخص، الشخص. تمام، عشان يبقى احنا فاهمين واحده واحده. اس جيت، اس جيت يعني حال، اس جيت مير، اس جيت دير، اس جيت ايم، اس جيت ماينم فاتر، مهمه جدا جدا يا شباب. اس جيت باسن يعني يناسب، باسن يعني يناسب. اشتين يناسب أو يليق بي، يليق بي، يليق بي، لايق عليك يعني. باسن يناسب سعر ومقاس. اشتين، اشتين يناسب شكل ولون. البلوزة دي لايقة عليك، التيشيرت دي لايق عليك يا عمر، التيشيرت دي لايق عليك. شتيت اللون ده مناسبك يا أحمد، يبقى دي فارب شتيت دير. جي فالن، جي فالن ده فيرب قوي مع المفرد بحط املاوت، يعني دي رايزه رحله. جيفلت مير نشت، جيفلت مير نشت، جيفلت مير نشت. شمكن، شمكن دي تورته، شمكت مير زي مذاقها حلو بالنسبه لي. جيهورن يعني يخص، فيم جيهورت داس اوتو ماينم اونكل، يعني يخص يعني بيلونج، بيلونج. دي بقى افعال، دي الجزء ده بقى افعال
بتيجي معاها تسفاي اوبجكتيف، ما ينفعش في الالماني مفعولين. يعني انا في اللغه العربيه اعطيت محمدا قلما، محمدا مفعول اول وقلما مفعول ثاني. في الالماني ما ينفعش الكلام ده. يعني ايه جيب مير ماين كاميرا؟ مش هينفع اقول جيب مش ولا ايش، جيب مير. يبقى الشخص الاول لطيف والشيء بعديه اكوزاتيف. كوفن يشتري، كوفن لو انا جبت الشيء على طول بس كده يبقى اكوزاتيف سهل جدا. ايش كوفي اينن كاسيت ريكوردر، ايش كوفي دير اينن كاسيت ريكوردر. هشتري لك، هشتري ايه لك. حتى في مدرس صديقي جميل جدا كان بيقول ايه قاعده ليلي، بقول له ايه ليلي دي، يعني هشتري لمين، يعني اشتري ايه لمين. منى برينجت مير شوكولاته، فمين طبعا منى برينجت مير تحضر ليا. شينكن يعني يهدي، شينكن يعني ايه يهدي. متنامي، متنامي يعني ياخذ معه، يعني ايش نامي، ايش نامي دير بلوم مت، هاخد معايا، هاخد معايا ليك ورد. فمين المعنى كده متنامي يعني ياخذ معه. طبعا الورد اكوزاتيف عادي خالص. لاين يعني لند، يسلف يقت يعير، الناس بتحب اللغه العربيه. احمد لايه مير داين فراد، يعني سلفني ايه عجلتك. هير ماجد كليرت مير، دي عربشي جراماتيك. هير ماجد كليرت مير دي عربشي جراماتيك، بين المعنى يعني بيشرح لي النحو العربي. تمام. شرايب مير ايني بوست كارت، شرايب مير ايني بريف، اكتب لي بطاقه بريديه، اكتب لي خطاب. بيتي بشرايب مير دين فيج ناخ شوبرا، بشرايب يعني ديسكرايب، بشرايب يعني ديسكرايب. الافعال دي مهمه جدا، لازم نحفظها كويس جدا. في حاجه مهمه جدا وسهله جدا، نسأل عن الشيء الغير عاقل، الغير عاقل طبعا مش هيتغير. فاس، فاس يعني ما او ماذا. تمام. نسأل عن الشخص العاقل في حالة الفاعل، في حالة الفاعل بفير. الفاعل يعني، يعني مين اللي عمل الكلام ده، فير كومت او سبحيرة مصطفى عند محمد، فاعل. نسأل عن الشخص العاقل في حالة الداتيف بفيم، دي مهمة جدا. الشخص في حد الداتيف بفيم. تمام. شوف الأمثلة مع بعض. فيم هاد دير ليرر دي جراماتيك اكليرت. المعنى بقى فيم يعني، يعني من او لمن، حسب ما انت بتترجمها بالعربي. مش فاهم يعني لمن شرح المدرس الجرامر. تمام كده. دين كيندر، دين للأطفال، الايه للاطفال. تمام. هيلفت مها ايرر موتر بايم كوخن، هل مها بتساعد مامتها في في الطهي في الطبيخ. يازي هيلفت اير دا باي، هي تساعدها، تساعدها. شوف هنا بقول تساعدها في الهاء في مفعول به في العربي وفي الانجليش، في الالماني لا. زي هنا اللي هي الام، ماما هتبقى اير. فراو ريتا، طبعا فراو ريتا بعديها كوما يبقى في احترام، يبقى جي هارت اينن ديزس اوتو بيلونج ذا كار تو يو ناين. زي جي هارت مير نيشت، طبعا دير هتبقى مير، حضرتك اشيلها خالص هتبقى مير برضو. فاز برينجن فير هيرن عادل سوم جي بورس لاجمت، هنجيب ايه المستر عادل، احترم مستر عادل، احترمه ليه، هو مش قدامي مش معايا. بلومن برينجن فير ايم مت، بلومن برينجن فير ايم مت. ايش فيند ايا سكلايز زير شيك، واحده بتتكلم بتقول انا باجد فستان ايا شيك، شيك جدا. يا اس شتيت اي جيناو، يعني يناسبها تماما، يناسبها ايه تماما. اجو اكون وفقت فهمتكم الدرس كويس، ونلتقي ان شاء الله في دروس قادمة سيشنز أونلاين، وربنا يوفقكم يا رب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشوس.